رعاية صحية متكاملة تقدمها وزارة الداخلية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية من خلال مستشفيات مقامة داخل السجون ذات تجهيزات تقنية وبشرية عالية، يتم من خلالها متابعة الحالات الصحية للنزلاء وتقديم أفضل خدمة طبية لهم، وأبرزها عمليات الغسيل الكلوي للحالات التي تحتاج لها بصفة دورية، وتتم باستخدام أحدث الأجهزة المتخصصة في هذا الصدد. ويتاح للنزلاء التوجه للعيادات الخارجية بمستشفيات السجون لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة في ظل وجود كافة التخصصات الطبية داخل السجون، وتصرف الأدوية اللازمة من صيدلية موجودة داخل كل مستشفى بها كافة الأدوية. تأتي هذه الإجراءات الوقائية والصحية تزامناً مع ما تتخذه الدولة من تدابير لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، حيث يحرص قطاع السجون على إجراء مسح طبي لنزلاء السجون للإطمئنان على حالتهم الصحية. بنزل كل أسبوع وأعمل إشاعة، وبنزل كل أسبوع أخد علاجي ومش قادر أنزل، الدكتور بيطلع لي فوق العنبر بتاعي. بنطلع العيادات الخارجية وبيتم الكشف علينا وبيتصرف لنا العلاج، والعلاج دايما موجود بصفة منتظمة في الصيدلية الخاصة بالسجن. ومع تواصل هذه الإجراءات فإن عمليات تأهيل السجناء مستمرة داخل الورش المختلفة مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخلها من ارتداء كمامات وقفازات طبية إلى التباعد بين النزلاء، كما تنطلق بصفة دورية ووفقا لبرنامج معد سلفا عمليات التعقيم والتطهير داخل السجون والتي تشمل كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية. ومع تواصل هذه الإجراءات نظم القطاع بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية عبر الاتصال الإلكتروني بشأن الوقاية من الأمراض المعدية داخل السجون ومكافحتها ومنها فيروس كورونا، وبما يمكنهم من أداء مهمتهم في الحفاظ على سلامة وصحة نزلاء السجون. حاضر فيها خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر تقنية الاتصال الإلكتروني. وتواصل وزارة الداخلية ومن خلال قطاع السجون ووفقا لخطة متكاملة عمليات تعقيم السجون على مستوى الجمهورية لضمان حماية صحة وسلامة النزلاء، إضافة إلى ما يتم توفيره لهم من رعاية صحية واجتماعية وتأهيلية لتأهيلهم وإصلاحهم.